السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. جبريل إبراهيم يعتبر أن المقترح المصري هو بديل عن الاتفاق الإطاري، ومناوي يكشف عن محاولات للمكون العسكري للتقريب بين قحط المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية. الهادي إدريس يعلن ترحيبه بأي مبادرة تساهم في حل الأزمة السياسية، والريح الصادق ينفي التوصل لأي اتفاق جديد مع الكتلة الديمقراطية. نبيل عبدالله يصف المرحلة التي تمر بها البلاد بالصعبة، والإعلان عن نشر قوات من الجيش والدعم السريع لتأمين الحدود بين السودان وإفريقيا الوسطى. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر عضو الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم أن المقترح الذي دفعت به الحكومة المصرية للأطراف السودانية هو بديل عن الاتفاق الإطاري الذي جاء به المجلس المركزي لقحط. وقال جبريل إن المقترح المصري قد يتم الاتفاق عليه بعكس الاتفاق الإطاري الذي لا يحظى بأي إجماع سوداني، داعيا الأطراف الأخرى للجلوس في حوار بغرض الوصول إلى توافق سياسي بعيدا عن أي تدخلات أجنبية. وفي سياق آخر، اعتبر جبريل إبراهيم أن من ينادي بإلغاء اتفاق جوبا للسلام يجهل ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال إلغائه. وأكد جبريل أن من ينادي بإلغاء الاتفاق ينظرون إلى المكاسب الشكلية التي يحققونها في حال تم ذلك، دون النظر إلى المكاسب الحقيقية التي حققها الاتفاق منذ إعلان التوقيع عليه، مع عدم تسجيل أي اشتباكات مسلحة بين الجيش والحركات المسلحة. كشف المسؤول السياسي في مجموعة الكتلة الديمقراطية مني أركمناوي وجود حوارات بينهم وبين المجلس المركزي لقحط. وقال مناوي إن المكون العسكري يقوم بدور محوري في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، داعيا المجلس المركزي لقحط للاستمرار بالعمل على إنهاء ما وصفها بالعلة السياسية. أعرب عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس عن ترحيبهم بأي مبادرة تساهم في حل الأزمة السياسية في السودان، وجدد الهادي التزامهم التام بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين المكون العسكري والمجلس المركزي لقحط، مبينا وجود تحركات تهدف لإلحاق الممانعين لهذا الاتفاق به في أقرب وقت. نفى عضو المكتب التنفيذي للمجلس المركزي لقحط الريح محمد الصادق توصلهم إلى اتفاق مع الكتلة الديمقراطية يقضي بالتوقيع على اتفاق إطاري جديد. وقال الريح إن التوقيع على الاتفاق الإطاري قد أغلق بالكامل، إلا أنهم ما زالوا يتواصلون مع حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان وبقية القوى التي تم دعوتها للدخول بالإعلان السياسي بهدف ضمهم إليه. إلى ذلك، أكد القيادي في المجلس المركزي لقحط هيثم عبد الله أن ملامح الحكومة الانتقالية القادمة ستظهر نهاية يناير الجاري. وقال هيثم أنه سيتم إعلان التشكيل الحكومي عقب نهاية الورش والمؤتمرات الخاصة بمناقشة بنود الاتفاق الإطاري، مبينا أن معايير اختيار الحكومة لم توضع حتى الآن. أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله أن المرحلة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن صعبة، ولكن الجيش سوف يعبرها. وقال عبد الله أن ما يحدث في الوقت الراهن يعد فترة للاضطراب السياسي الكبير، ولكن الحكومة والشعب قادرين على عبورها، مبينا أن الوضع سيعود إلى ما هو عليه سابقا. أعلنت القوات المشتركة لتأمين الحدود بين السودان وإفريقيا الوسطى عن نشر قوة مسلحة بين البلدين بهدف تأمين الحدود ومحاربة الظواهر السالبة وتجارة السلاح وكذلك المخدرات. وقال قائد القوات المشتركة أبشر جبريل بلال إلى أن القوات المشتركة موزعة على مواقع محددة تقع على حدود الدولتين بهدف تأمين الحدود ومنع تسلل أي أحد عبرها، مؤكدا أن هذه الإجراءات الأمنية لن تؤثر على حياة المواطن وتساهم في حفظ الأمن في المنطقة. قال قائد جنوب دارفور في جيش تحرير السودان خالد الشاطرابي إن الإجراءات الإدارية لتخريج دفعة من قوات حفظ المدنيين في دارفور قد انتهت،
وأوضح الشطرابي أن هذه الخطوة جاءت إيمانا من الحركة بالسلام الشامل والتنمية المستدامة التي يحتاجها السكان في دارفور، وأن الحركة ما تزال تدافع عن السلام ومتمسكة به بهدف حفظ الأمن وحماية المجتمع المحلي. أكد قائد قطاع دارفور في الدعم السريع عبد الله محمد باشا استتباب الأوضاع الأمنية في المناطق المتضررة في محلية بليل بولاية جنوب دارفور. وقال باشا إن عمليات الإغاثة للقرى المتضررة قد اكتملت في المحلية مع استمرار تشييد المساكن للمواطنين، داعيا إلى مواصلة دعم المتضررين من الأحداث الأخيرة التي ضربت المحلية، مع تأكيده على قيام لجنة للتحقيق مختصة بالنظر بالأسباب الحقيقية وراء ما جرى فيها. أكد السكرتور السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب أن ارتفاع رسوم الجامعية يحرم أبناء الفقراء من التعليم الجامعي، وأوضح الخطيب أن هذا الارتفاع لم يؤثر في الطبقة الغنية في المجتمع السوداني، الأمر الذي يجعل تحقيق مبدأ المواطنة يبقى شعارا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السودان. نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم علاقتهم بالرسوم الدراسية الجديدة التي فرضتها الجامعات على تسجيل الطلاب الجدد فيها. وقال جبريل إن وزارته لا تملك سلطة فرض الضرائب أو الرسوم المالية على المواطنين، فذلك من اختصاص السلطة التشريعية، مبينا أن الوحدات الحكومية هي التي تقترح تعديل الرسوم وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية، فيما يقتصر دور وزارة المالية على الموافقة عليها. أصدر وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس قرارا يقضي بحل جميع لجان المساجد في السودان. ونص القرار على أن تخضع جميع لجان المساجد لإشراف الشؤون الدينية في الولايات والمحليات، على أن يتم تشكيل لجان تسييرية مؤقتة إلى حين إعادة تكوين لجان للمساجد وفق اللوائح المعنية. أصدرت لجنة الإفتاء بديوان الزكاة قرارا يقضي بتحديد النصاب الشرعي لزكاة المال لعام 2022 الماضي. وقالت اللجنة بحسب تعميم صحفي أن قيمة الزكاة بلغت 2,384,250 جنيها سوداني، أي ما يعادل 85 جرام من الذهب عيار 21. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. جبريل إبراهيم يعتبر أن المقترح المصري هو بديل عن الاتفاق الإطاري، ومناوي يكشف عن محاولات للمكون العسكري للتقريب بين قحط المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية. الهادي إدريس يعلن ترحيبه بأي مبادرة تساهم في حل الأزمة السياسية، والريح الصادق ينفي التوصل لأي اتفاق جديد مع الكتلة الديمقراطية. نبيل عبد الله يصف المرحلة التي تمر بها البلاد بالصعبة، والإعلان عن نشر قوات من الجيش والدعم السريع لتأمين الحدود بين السودان وإفريقيا الوسطى. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأسعار العملات. إلى اللقاء.